بداية برج العقرب بدأ أشوف أنت ممكن تكون بلشت هذا الشهر باحتفال. البعض منكم ممكن يكون هذا الاحتفال كان يخصه أو يخص أحد الأصدقاء أحد المقربين، أو ممكن تكون طاقتك أنت بهذه الفترة طاقة نوع من السعادة، طاقة الاحتفال، يعني جمع بين الأصدقاء اللي مشمل عندك بهاي الفترة. المهم دا أشوف أنه بداية الشهر كانت حلوة وياك، انه انت هسه طاقتك شوية متحسنة من بعد ما بآخر فترة كنت مار بأزمة، ممكن مار بخلافات كانت عندك، سواء كانت هاي الخلافات خلافات عاطفية خلافات عائلية. دا اشوف عديت أزمة او عديت فترة من التعب، اخذت ريست، صار لك تقريبا شهر كامل دا تحاول تعدي من هاي الأزمة، وبالفترة الحالية عديت منها. دا اشوف عندك نوع من السعادة، أو مو السعادة المفرطة، وإنما يعني الرضا الداخلي بالفترة الحالية عن وضعك وبصورة عامة. ودا أشوفك همينة شوية ماخذ طاقة التسرع بهاي الفترة، ودا تحاول إنه تخلي الأحداث بسرعة بسرعة تمشي، أو الأشياء اللي تريدها تصير بسرعة. فخفف من سرعتك شوية بهاي الفترة. إذا دا تحس إنه أنت ما متشافي بصورة كاملة، حاول تستعيد الشفاء. بينما أنا دا أشوفك أنت متشافي، البعض من عندكم ممكن يكون مار قبل فترة 5 أسابيع أو 5 أشهر بخلاف بينه وبين شخص، وهذا الخلاف أدى إلى تجريح بالكلام، وأدى أنه الأطراف اللي كانت موجودة بهذا الخلاف كلها طلعت خسرانة من هاي المعركة مثل ما نقول. فدا تحس أنه أنت مثل اللي أخذت هدنة بالفترة الحالية ويا الناس اللي كانت على خلاف وياهم وعديت هاي الأزمة. دا شوف كانت عندك أزمة بالماضي، أنت بالفترة الحالية صار لك شهر تقريبا معدي من عدها، معدي هاي الأزمة. ممكن الأزمة تكون صار لها 3 أشهر أو 5 أشهر مثل ما قلت لكم بالبداية. عموما هاي الطاقة العامة ممكن تشمل الأوضاع العائلية، ممكن تشمل العملية، ممكن تشمل العاطفية. هسا نبدأ نقرأ صعيد صعيد بالتفصيل. على الصعيد المهني يا برج العقرب، دا أشوفك بالفترة الحالية قاعد تحاول تتخذ قرار بخصوص عمل معين. أنت مستقر بعملك، ولكن ممكن تكون قاعد تبدي بالفترة الحالية تفكر بعمل جديد، أو عندك خطة أو مشروع، أو تريد تغير المكان، مكان عملك. فهذا الشيء مسبب لك شوية فترة متعبة بالفترة الحالية، انه انت تريد تتخذ قرار بس عندك مخاوف من هذا القرار. بس انا دا اشوف عندك انتقال من العمل اللي انت بيه لعمل اخر. هذا العمل اللي راح تنتقل له طبعا دا اشوفه عمل رغم انه هو بيه تعب، ولكن ممكن تكون يعني الارباح المادية لهذا العمل اكبر من الارباح المادية للعمل اللي انت كنت سابقا موجود بيه. دا اشوف البعض من عندكم دا يعاني من سلطات شخص بالعمل. هذا الشخص ممكن يكون شوية صارم بقراراته وظالم، يعني ما قاعد ينطيك حقك بالعمل اللي مدى تاخذ مقابل مجهودك مثل ما نقول بصورة عامة. بس دا أشوفك أنت بالفترة الحالية ممكن تكون قاعد تشتغل على مشروع، تشتغل على خطة جديدة، أو ممكن حتى تكون مشغول هواية بالعمل بهاي الفترة. بالفترة الحالية عندك هواية مشاغل تخص العمل وعندك هواية تفكير، بس دا أشوف إنه عملك مستقر. سواء انتقلت إلى عمل جديد راح يكون الانتقال هذا بصالحك، أو إذا كنت أساسا إنه أنت يعني بعملك وراضي وده تفكر تدخل عمل ثاني، فدا أشوف عندك موازنة بين الأعمال اللي راح تدخلها. البعض منكم ممكن يشتغل شغلتين، أو بالفترة الجاية حيصير عنده راح يفكر إنه يشتغل شغل ثاني بجانب الشغل اللي موجود هو هسه بيه، بهدف زيادة يعني المادة أو الربح. لأنه أيضا دا أشوف عندك أمورك المادية بالفترة الحالية أكو عليها تركيز عالي من ناحيتك. أو بصورة عامة دا أشوف الأوضاع المالية مستقرة، ودا أشوف عندك قرار أنه أما تنتقل من عمل أو أنه أنت تدخل بعمل جديد بهاي الفترة. صار لك فترة تفكر بهذا الموضوع، بس منتظر أنه شون يعني تجيك القوة أنه أنت تتخذه. دا أشوف عندك قرارات مهمة بهذا الشهر يا برج العقرب. دا أشوف قرارات على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي، القرارات كلها دا أشوفها مدروسة راح تكون، وقرارات واضحة وصريحة بهاي الفترة. على الصعيد الصحي دا أشوف البعض منكم ممكن يكون يعاني من شدة ضغط وتعب عليه، عنده ممكن يكون آلام بظهره. والبعض الثاني للنساء دا أشوف ممكن تكون عندك مشاكل بالإنجاب،
أو يعني بصورة عامة عندك مشاكل بالولادة أو هيك شيء؟ لأن طلعت لي هنا ورقة الإنجاب شوية مقلوبة، فممكن البعض منكم يكون أما شايل هم أحد أطفال المتزوجين، أو إنه هو الشخص نفسه يكون عنده بالفترة الحالية مشاكل بخصوص موضوع إنجاب. الشيء اللي شاغل تفكير برج العقرب بالفترة الحالية دا أشوفه، دا يفكر إنه هو ياخذ ريست، ياخذ هدنة. البعض منكم قاعد يفكر إنه يسافر فعلا، ينتقل حرفيا يعني، بس مو انتقال يعني مو انتقال دائم. دا يحاول إنه يتخلص من التعب، عليه ضغوط، عليه شغل هواية، فدا يحاول إنه ياخذ ريست، ينتقل يسافر المكان، بس هذا السفر يكون للترفيه عن النفس، مو يعني كهجرة أو سفر استقرار بمكان ثاني. لا، دا أشوف برج العقرب دا يحس نفسه بالفترة الحالية، أو دا يفكر جديا بموضوع إنه هو يسافر ويترفه، ياخذ نزهة. وهاي الطاقة طلعت لي بأول شيء، فدا أشوف احتمال إنه برج العقرب بهاي الفترة يكون عندك سفر ويا الأصدقاء ويا العائلة ويا أشخاص مقربين منك. الهدف الترفيه عن النفس والاستشفاء يعني من بعد أزمة مريت بيها، فراح تحاول انه تسوي هيلينج بالفترة الجاية. اكو لك يعني فترة دا اشوفها كلش حلوة بالفترة الجاية، قرارات راح تتخذها. فانت دا تفكر انه هاي القرارات قبل ما تتخذها لازم انه تاخذ فترة لنفسك، ترفه عن نفسك، تستراح، ممكن حتى تبقى وحدك بهاي الفترة. بس دا اشوف عندك طاقة سفر لغرض الترفيه عن النفس بالفترة الجاية. على الصعيد العاطفي برج العقرب، خلينا نحكي شوية بالتفصيل. على الصعيد العاطفي بالفترة الحالية دا أشوف إنه أنت بطاقة الهايبرستس، أنت بالفترة الحالية ممكن تكون الروحانيات عندك عالية، أو الحدس عندك قاعد يشتغل بصورة كبيرة وصحيحة، بس أنت من النوع اللي قاعد تثق بحدسك. هاي المرة دا تفكر إنه الأشياء اللي تحس بيها هي تكون صحيحة، بالرغم من أنت سابقا يعني ما كنت تهتم هواي لهاي الأمور، أمور الأحاسيس، أمور الحدس اللي عندك ما كنت تعطيه أهمية. بالفترة الحالية دا أشوف عندك طاقة الروحانيات كلش عالية، طاقتك العامة أساسا طلعت الهاي بريستس. فأنت بالفترة الحالية عندك طاقة روحانيات عالية، وممكن تكون تفكر بشخص طاقة الروحانية اللي عنده عالية كلش، لأنه اللي وراها دا أشوف أنه أنت ممكن تكون محتار بين قرارين، محتار شنو تاخذ قرار، او دا تحاول توازن بين شيئين بالفترة الحالية. ودا اشوف انه اكو شخص انت عينك عليه بهاي الفترة، دا تحاول انه تحافظ عليه، شخص ممكن انت تكون منجذب اليه انجذاب كلش كبير، شخص انت مراقبة دائما متابعة، شخص دا تحس انه انت لازم تمتلكه، او انه ما تريد تفرط بيه بالفترة الحالية. دا اشوف انه هذا الشخص جاك بعد أزمة مريت بيها أنت، ممكن القدر يكون جمعكم، لأن هنا طلعت لي طاقة الويل أوف فورتشن. فهذا الشخص ممكن يكون علاقتك بيه علاقة قدرية، رب العالمين هو اللي كاتب لكم أنه تنجمعون بظروف معينة حتى ممكن تكملون العلاقة للآخر. وطبعا الويل أوف فورتشن همينة تحكي أنه ممكن أكو درس لازم أنت تتعلمه من هذا الشخص، أو أنت تعلم هذا الشخص درس. المهم يعني التقائكم بالحياة ما كان صدفة. فدا أشوف هذا الشخص أنت دا تحس إنه هو الحظ جابه إلك من بعد أزمات مريت بيها، وعندك هنا قرار لازم تتخذه، أكو بداية جديدة، بس هاي القرار اللي راح تتخذه صار لك فترة ما قادر تتخذه، يخص موضوع أو علاقة منتهية كانت بس ما مغلقة تماما. دا أشوف بالفترة الجاية أنت راح يكون عندك هاي الحيرة، طاقة الحيرة بين شخصين، شخص منهم ممكن يكون برج ترابي والشخص الثاني برج ناري. البعض منكم هذا الشخص ممكن يكون راجع من الماضي، انت دا تحاول تصده، او انت يعني شلون انت ما تريد ترجع لهذا الشخص او يصير كلام بينك وبينه، بس دا اشوفه راح يرجع يحاول يتواصل وياك بالفترة الجاية، وهذا الشيء راح يخليك تتخذ قرار نهائي بخصوص هذا الشخص من بعد ما كنت مناهي الموضوع تماما، واللي بينكم تحسه ما منتهي. دا اشوف راح تاخذ قرار انه تقطع هذا الشخص من حياتك نهائيا، وتتمسك بالبداية الجديدة اللي موجودة عندك بالفترة الحالية، لانه دا اشوف اكو شخص ممكن يكون دخل بحياتك بالفترة الحالية، وممكن تكون انت محتار ما بين الشخص القديم والشخص الجديد اللي موجود حاليا. قلت لكم الطاقات اللي عندي طالعة طاقات ترابية وطاقة نارية،
فدا اشوف انه انت دا تفكر بالفترة الحالية او السابقة، يعني انت كنت تتعامل ويا شخص ممكن يكون عنده طاقة المراهق، شخص غير ناضج، شخص جاك من عنده احباط وتأخيرات هواية احبطك هذا الشخص، سبب لك ازمة، ممكن تكون الازمة نفسها اللي بها صار تجريح بالكلام والنهاية اللي ما كنت متوقعها، فانت بعدك لحد الان دا تتشافى بها، فزت دخلت بعلاقة جديدة، ممكن يكون هذا الشخص راح يرجع يتواصل وياك بالأيام الجاية، بس دا أشوف إنه أنت راح تتخذ قرار قطعي بخصوص هذا الشخص مرة ثانية. البعض منكم ممكن يحافظ على هاي العلاقة اللي موجود بها هو حاليا، والبعض الثاني ممكن تكون مشاعره ما زالت موجودة تجاه هذا الشخص، فإذا الناس اللي المشاعر بعدها موجودة دا أشوف رجوع بيناتكم موجود، خاصة إذا كان هذا الشخص برج ترابي. هنا طلعت لي طاقة برج العقرب مقلوبة، انت بالفترة الحالية دا اشوف انت مو بطاقتك، انت مو بطاقة برج العقرب، الطاقة اللي غلب عليك هي طاقة الهوائية، طاقة العقل، طاقة التفكير، المنطق، ماخذ طابع الابراج الهوائية عندك، نفس الوقت الهواء يدل على السرعة، فانت بالفترة الحالية قاعد تمشي بسرعة، ماكو احد قاعد يقدر يسيطر عليك، ماكو احد قاعد يقدر يعني يلزمك بهاي الفترة، عندك طاقة تسرع، تريد كل شيء بسرعة بسرعة بسرعة، نفس الوقت عندك أكثر من موضوع قاعد تفكر بيه بنفس الوقت، ممكن قاعد تشتغل على أكثر من شغلة بالوقت نفسه. فبالفترة الحالية قلت لكم دا أشوف برج العقرب ممكن تكون أنت تفكر كنت يعني مرتبط بشخص من برج الثور أو برج العذراء أو الجدي، طاقة برج الثور موجودة عندي هنا واضحة طالعة بالقراءة. فالتحدي اللي قدامك يا برج العقرب، التحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على الاستقرار اللي انت بيه حاليا، ممكن يكون هذا الاستقرار، ممكن يكون تحافظ على الاستقرار المادي لبعض منكم لان قراءة عامة، تحافظ على الاستقرار المادي للشغل اللي انت خايف انه تتركه فتستمر بهذا الشغل وتحافظ عليه وتحاول انه تتقبل روتين هذا الشغل اللي موجود، ويعني شلون ترضى بوضعك وتحافظ على عملك بالفترة الحالية وتحافظ على الأموال والمصاريف يعني اللي موجودة بالفترة الحالية يعني عندك، حتى ما تسبب لك أزمة مالية بعدين بالفترة الجاية. أما بالنسبة للجزء الثاني من عندكم اللي يخص التحدي على الوضع العاطفي، ده أشوف التحدي اللي قدامك إنه أنت تحافظ على شخص او العلاقة الجديدة اللي انت دخلت بها او حتى علاقتك نفسها اذا كنتوا مرتبطين انتوا يعني من فترة طويلة، التحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على هذا الشخص وتتمسك به اشد التمسك، لانه دا اشوف هذا الشخص عنده طاقة عناد وعنده طاقة مخاوف، هذا الشخص ممكن يكون قاعد يبحث عن الاستقرار بس ما دا يشوف الاستقرار موجود عندك بهاي الفترة، او عنده يعني مخاوف اتجاهك، قلت لك انت اساسا عندك حيرة ما بين قرارين او ما بين شخصين، فهذا الشخص ممكن تكون طاقتك واصلت له لهالسبب هو ما مرتاح، فالتحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على شخص او علاقة، تحافظ على استقرارها وثباتها، شلون تقدر تحافظ عليها؟ اني يعني قلت لكم هنا التحدي وشلون راح تتجاوز هذا التحدي، تتجاوز هذا التحدي انه انت تخلي طاقتك راسية مثل ما نقول ثقيلة، وانه انت تبين مشاعرك الحقيقية لهذا الشخص، تبين نواياك الحقيقية تجاهه، حتى هو بالتالي يكون عنده نوع من الاطمئنان وما يطلع من العلاقة اللي موجود بها، لانه دا اشوف هذا الشخص عنده طاقة شوية مخاوف وتردد، ونفس الوقت هو ما قاعد يشوف جديتك بالعلاقة، فهو محتاج شخص يكون جدي وياه بالعلاقة، انت الظاهر ان العلاقة بينك وبينه متزعزعة بهاي الفترة. البعض من عندكم ممكن يكون هذا الشخص قلت لكم شخص من الماضي راح يحاول يرجع، والتحدي اللي قدامك انه انت تتخطى هاي المرحلة وتتركه، لانه القراءة عامة فما دا اقدر احدد شنو بالضبط لكل شخص، بس قلت لكم اكثر من سيناريو حتى ينطبق، لابد ما واحد منهم ينطبق وياكم. المهم انه انت التحدي اللي قدامك بهذا الشهر تحافظ على استقرارك، تحافظ على ثباتك، توازنك، تعرف تختار اختيارك قبل ما تختار طاقة التسرع هاي اللي موجودة الهوائية، اطلع من عندها، ارجع لطاقتك الطبيعية، حاول شوية تكون طاقتك همينة مستقرة، خذ من الطاقة الترابية اللي موجودة،
حافظ على استقرارك المادي، حافظ على علاقتك إذا كنت أنت موجود بعلاقة ومتخوف من عدها، حاول تحافظ عليها بالفترة وتخلى عن العناد، لأنه إذا شوف عندك طاقة عناد عالية فتخلى عن طاقة العناد اللي موجودة، ولا تتمسك بالأشياء اللي تعرف إنه هي ما راح توصلك المكان. يعني الشغل إذا أنت عندك شكوك اتجاهه ومخاوف تعرف إنه إذا تركته راح يأثر عليك.